40 ثانية حاج، حضر حالك، حضر حالك، جهز حالك. تقدر تبلش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا ويطيب لنا في هذه الأمسية الخاصة، أمسية بذكرى وبمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، التي نستضيف فيها ثلة ومجموعة من الإخوة الفضلاء والمشايخ الكرام، ونستضيف أيضا فرقة النشيد. ويطيب لنا أيضا أن نرحب وأن نستضيف أخانا رئيس المجلس المحلي السيد درويش رابي. وفي هذه الأمسية الخاصة التي سنسلط الضوء إن شاء الله تعالى على مناقب وخصال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته العطرة، لكن قبل هذا وذاك، خير الكلام الذي نستمع إليه في هذه الأمسية هو كلام الله تعالى، ونطلب من أخينا الشيخ يوسف سطل أبو أنس أن يفتتح هذه الأمسية بكلمات وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم والقرآن المبين، فنستمع إليك أخانا الشيخ يوسف سطل، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. بارك الله فيك شيخ يوسف سطل على هذه التلاوة العطرة. كما بدأنا حديثنا معنا في هذه الأمسية المباركة ثلة من الإخوة الفضلاء والمشايخ الكرام، معنا فضيلة الشيخ رائد إبدير رئيس دائرة الإفتاء، مدير دائرة الإفتاء وعضو هيئة الدعاة والعلماء في القدس الشريف. معنا أيضا الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية السابق، وكذلك معنا أيضا في هذه الأمسية المباركة الشيخ رائد عاصي رئيس كلية الشريعة في كفر برا، وكذلك رئيس المجلس المحلي الأستاذ درويش رابي. فنقدم ونعطي المجال لأخينا رئيس المجلس المحلي أن يقول كلمة بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تفضل رئيس المجلس المحلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أهني أهل بلدي وضيوفنا الكرام بهذه المناسبة الجليلة، يوم مولد النبي الذي هو احتفال بالنسبة للبشرية جمعاء. الهبة الشعبية اللي طلعت في كورونا وفي مدننا تثبت إثبات قاطع إن احنا شعب أصيل، ننتمي لدين حنيف، دين مسالم، نحب الحوار، ونقول للمأفون ماكرون إن العقلية الاستعمارية لن تمس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة الحنيفة، السيرة سيرة المعاملة، سيرة العبادة هي العمل، العمل هو عبادة، وكل المأفونين أشكاله. نود أن نوجه لهم سؤال واضح وبسيط: عندما يمس أو يسخر من اليهود تسمى لاسمية، وعندما أحد يعتدي على النساء أو يسخر من النساء تسمى عنصرية جنسية، وعندما يمس بالإسلام أو بالرسول الله هذه حرية رأي. هذا السؤال اللي ممكن إحنا نوجهه بشكل علمي، انه زي ما في شعوب تمس نتيجة اي كلمة او اي حتى اشارة على قبر في اوروبا، اشارة على قبر تسمى لاسمية والعالم يقوم ولا يقعد. نريد ان نوجه لهم هذه الرسالة، ونريد ان نقيم حوارا من خلال رجال ديننا مع هذه المؤسسات أن المس في المسلمين وفي رسول المسلمين ليست حرية تعبير رأي، هي أكبر بكثير من باقي. يعني عذراً أبو عميد، يعني أنت كرئيس مجلس محلي
وأنت جزء من رؤساء اللجنة القطرية في وسطنا العربي، يعني ماذا يمكن أن يقدم رؤساء السلطات المحلية على الأقل في وسطنا العربي في للرد لهذه الإساءات وللرد على هذه الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تمثلوننا، أنتم صفوة وواجهة مجتمعنا، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به حتى ننصف الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى نرد على هذه الافتراءات وعلى هذه الإساءات؟ إحنا الجبهة العربية في البلاد ممثلين بلجنة الرؤساء المحلية ولجنة المتابعة القطرية، ممكن أنه نطالب يعني الإشي لازم يكون برضو شامل برضو لفكر مش لمجرد ممثلين. أنا أعتقد أنه ممكن توجيه رسائل لسفراء دول أوروبية وعالمية، ممكن المظاهرات اللي كانت مقابل السفارة هي كانت رد فعلا في محله، ممكن أنا طرحتها بشكل أنه ممكن إقامة حوارات، حوار اللي هو يعني ليش المس في الرسول هو حرية التعبير عن الرأي والمس في قبر يهودي في باريس هي لا سمية؟ يعني ممكن أبو عميد يبادر في دعوة واجتماع لرؤساء السلطات المحلية حتى تتباحثوا في هذا الأمر ويكون لكم موقف معين، رسالة معينة إزاء ما يحدث؟ اقتراح في محله شيخنا، ممكن انه الموضوع انه اصدار رسالة واضحة كممثلين ل 67 رئيس سلطة محلية عربية انه لن نسمح بهذا الامر، وهذا الامر هو مساس لجميع السلطات المحلية ولجميع جماهيرنا العربية. شكرا، بارك الله فيك. اريد ان اضيف باختصار، يصادف اليوم انه هبتنا الشعبية في التصدي للاعتداء والمس في رسول الله هي تصادف اليوم مع الذكرى 64 لمزرعة كفر قاسم. كيف هبينا في التصدي لهذه هذا الاعتداء على رسولنا الكريم؟ احنا ما زلنا نحافظ اخلاصا لدماء شهداء كفر قاسم، ما زلنا نحافظ على احياء هذه الذكرى ومستمرون، والمخطط التي كانت تنوي هذه الخطة وهذه المجزرة ان تنفذه في جميع العربية فشلت، نحن مستمرون في هذا الوطن مرفوعي الرأس إن شاء الله. إلى الأمام. بارك الله فيك. إخواننا المشاهدين وأخواتنا، إلى حين إن شاء الله نستمر في فقراتنا مع إخواننا الفضلاء والمشايخ، يطيب لنا أن نسمع وصلة إنشادية من مديح النبي صلى الله عليه وسلم ومع أخينا أبو الزاهر جلال شملي. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى، والعرش يزهو والحضيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصباء، اللهم صل على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي، اللهم صل على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي، اللهم صل على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي. وحديقة الفرقان، وحديقة الفرقان
الربا بالترجمان شذية غناء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك واسم طه الباء اللهم صل على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي اللهم صل على المصطفى صلاة تدوم اللهم صل على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بوركتم فرقة النشيد ما شاء الله. طبعا لنا وصلات أخرى خلال هذا اللقاء وخلال هذه الحلقة. كما نعلم أن القرآن الكريم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كثيرة وعديدة والله تعالى أثنى عليه، ومن هذه الصفات ذكره بالخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. أخونا الشيخ رائد بدير، طبعا اليوم الليلة في عنا رائدان، الشيخ رائد بدير والشيخ رائد عاصم، فركزوا معنا. الشيخ رائد بدير، يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ورأيناها في السيرة وقرأنا يعني كثيرا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اختار الله سبحانه وتعالى هذا الوصف العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. يا ليت يعني تسلط لنا الضوء على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع نماذج من أخلاقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو شجون، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم قبل الرسالة، قبل كلمة إكرام. وهذا المخزون الخلقي الذي امتلكه النبي صلى الله عليه وسلم كصفات لازمته قبل البعثة هو الذي واجه به أهل مكة. هذه الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصف بأخلاق بعد الرسالة، إنما اتصف بأخلاق لم يصل إليها البشر قبل الرسالة. يعني حتى كان أهل مكة يسمونه الصادق الأمين. لذلك هو عندما قال لهم أنني رسول الله، هو أدخل، حتى لو لم يعترفوا بألسنتهم، هو أدخل في قلوبهم الحيرة، أدخل إليهم الشك، لأنه الصادق الأمين، فهو صاحب أخلاق قبل الرسالة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هو صاحب أخلاق لم تنفك عنه حتى حينما صعد إلى السماء. لاحظوا حواره مع موسى عليه السلام، 50 صلاة ارجع، 45 ارجع، 50 ارجع، 40 ارجع، 30 ارجع، 50 خلوا ارجع، خلوا انا بقدرش ارجع، بستحي. لم تنفك عنه صفة الخلق في الجنة، صفة في الجنة، حينما نظر الى جارية للصحابة وغض الطرف وتذكر غيرة الرجل، لم تنفك عنه صفة الخلق ابدا.
هذه صفة الخلق اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو يا شيخ جابر سألت النبي اللهم صل عليه أنت ليش جيت؟ قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لخص الرسالة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حينما سئلت السيدة عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. أنا بقول لك هذه الكلمة يا نبيع تفسير هذه الكلمة سيظل يتفجر إلى يوم القيامة بنص غير مفهوم ولا محدود. حلو، أحسن شيخ رائد، يعني كلام جميل. لكن شيخ رائد عاصي، إحنا لو سألنا سؤال: هل كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تقتصر وتنحصر مع المسلمين فقط أم أنها شملت غير المسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحب بالحضور، حياكم الله جميعا. بصراحة الله سبحانه وتعالى عندما مدح نبيه عليه الصلاة والسلام قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا، نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجزئية. ما بصير إن يكون هناك البون الشاسع ما بين أعمالنا حقيقة وما بين أقوالنا. النبي عليه الصلاة والسلام أحبه الجميع، لدرجة أن أحد الصحابة يقول له: أنا والله إنك كنت لأبغض أهل الأرض إلي، أما أنت الآن والله يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لحب إلي من كل أهل الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يمتلك القلوب، أحبه المسلم وغير المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث للعرب خاصة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سؤالك شيخ جابر سؤال كثير جميل وكثير دقيق، كم نحن بحاجة إلى هذا السؤال اليوم. أنت الآن ماذا قدمت للإسلام؟ الصحابة كانوا قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم، قدموا الإسلام على طبق من الأخلاق. أندونيسيا، ماليزيا، عشرات الدول لم يصلها الفتح الإسلامي والمد الإسلامي. يعني بنفهم من كلامك شيخ رائد أنه في علينا واجب اليوم أخلاقي، بعد ما تعلمنا وقرأنا وسمعنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو دورنا اليوم كمسلمين حملة رسالة لهذا العالم من خلال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو دورنا كمسلمين، كدعاء، كعلماء، لنقوم بواجبنا؟ ما هو الدور الذي يجب أن نقوم به؟ أحسن الله إليك شيخ جابر والحضور الكريم والمشاهدين الأعزاء. أنا أدرس السيرة النبوية أكثر من 10 سنين، وأحاول، وأنا أيضا خطيب مسجد قرابة 30 سنة، أحاول أن أزرع حب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما بصير أنا أكون يعني ما شاء الله أذهب إلى الحج وإلى العمرة وإلى الأقصى وإلى قراءة القرآن والصلاة والعبادة، ولكن عندما أأتي إلى المحك العملي والاختبار، واللي هنا أنا بعيد عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيصير. ما السبب؟ ما السبب إنه في هناك يعني بون وفجوة ما بين ما نتعلمه ونقرأه ونسمعه وبين ممارساتنا العملية واليومية؟ ما السبب؟ ما سبب هذه الفجوة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الزمان في آخر الزمان. نعم هناك القلوب تغلي، نعم هناك حب عميق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف هناك طغط المادية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم رغم كثرة المسلمين في آخر الزمان قرابة 2,200,000,000 مسلم، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله مهابتكم من قلوب عدوكم
في شلكم مهابة. لماذا؟ لماذا يتجرأ هذا الغر الجاهل، هذا القزم؟ ليه؟ لماذا؟ ما الذي دعاه؟ ما الذي جرأه؟ لأن حياة النبي مش موجودة في حياتنا حقيقة. موجود سورة الإسلام، صلاة، صوم، حج. طب وين حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لهذا بس كلمة أخيرة، لهذا نحن نحث الجميع المسلمين أن يعلموا لأبنائهم. أنت كيف بدك تحب النبي وتقلد النبي يكون لك أسوة من غير ما تعرف من هو نبيه؟ ولهذا أكاد أجزم أن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحبه، الذي أنصفه الكثير من الغربيين. لهان بدي أوقفك، اسمح لي شيخ رائد، لأنه سؤال موجه لأخينا الشيخ إبراهيم. نعلم أن هناك منصفين من غير المسلمين أنصفوا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في شيمه، في مواقفه، في رسالته، في دعوته. هل لك أن تلقي لنا الضوء أو تعطينا بعض النماذج للنبي لهؤلاء غير المسلمين عن شمائل وعن صفات وموقف ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم المنصفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، قبل أن أجيب على السؤال وباقتضاب، لابد أن نلفت الانتباه إلى مجموعة حقائق. الحقيقة الأولى أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذاناً بمولد أمة، بمولد أمة لم يكن لها أي حضور في ذلك العالم القديم، لا في جانب السياسة ولا في جانب المدنية ولا في جانب الحضارة. هذه الحقيقة عرفها أو عرفتها شعوب كانت لها علاقة بالأديان، وأعني بذلك أهل الكتاب من يهود ونصارى. ولذلك بدأ الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم منذ ولد مباشرة، وبدأ هذا الكيد يعظم ويعظم بعد أن بدأت الدعوة فعلا في صياغة المشهد البشري والإنساني على وجه الإطلاق. ولذلك هذه الحقيقة الأولى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. الصراع ليس جديداً، وإنما قديم قدم بداية دعوتنا أو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الثانية أن هذا الصراع كان دائماً ينتهي بانتصار هذا الدين. الحقيقة الثالثة أن من شارك في العداء كانوا عرباً وعجباً، وهذه الشغلة ملفتة للانتباه، لأن اليوم العداء على فكرة لا يقتصر على ماكرون. أنا أقول أن العداء أولاً بدأ من عالمنا العربي والإسلامي، بدأ على مستوى قيادات لدول، السيسي وبشار وغيره، بدأ على مستوى نخب فكرية، وبدأ على مستوى نخب صحفية وأكاديمية كان من المفروض أن يساهموا في صياغة الشخصية الإسلامية بما يتفق مع ما جاء به النبي عليه السلام، ولكن فعلوا العكس تماما. هم يمارسون، هم يشكلون ما عاول هدم لهذا الدين تماما، أو أكثر خطورة مما يمارسه ماكرون، لأن ماكرون في نهاية المطاف صليبي أجنبي، ولكن هؤلاء يمارسون هدم الإسلام باسم الإسلام وباسم العروبة. هذه قضية مهمة يجب أن نأخذها بالاعتبار. كما أن العداء مشترك عربي وعجمي، فإن التأييد والإنصاف قديماً وحديثاً كان عربياً عجمياً. نعم. وأنا بأجيب مثل. نعم. إن شاء الله. مثال. في هناك شاعر مسيحي أصله من لبنان، رشيد سليم الخوري اسمه، هاجر إلى البرازيل كما هاجر آخرون. الجالية المسلمة هنالك في سان باولو قرر تنظيم مهرجان بمناسبة الذكرى النبوية الشريفة كما ننظمها اليوم. عن أي فترة بتتحدث شيخ إبراهيم؟ يعني في أي تاريخ؟ في ستينات القرن الماضي. ستينات. هو توفى في 1982، مواليد آخر القرن التاسع عشر. فهو دعي إلى هذا المهرجان وطلب منه كمسيحي أن يدلي برأيه في هذه الذكرى، فقال شيئا عجبا. بدأ بتذكير المسلمين اللي قاعدين يقبلوا بدورهم قديما وبالدور المتوقع منهم حديثا، ذكرهم بما عليهم وما لهم، ثم انطلق بشعر عظيم جليل
في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وجه نداءه فقال: يا محمد، يا نبي الله حقا، يا فيلسوف الفلاسفة وسلطان البلغاء، ويا مجد العرب والإنسانية، إنك لم تقتل الروح بشهوات الجسد، ولم تحتقر الجسد تعظيما للروح، فدينك دين الفطرة السليمة. وإني موقن، اسمعوا أيها الإخوة، أن الإنسانية بعد أن يأست من كل فلسفاتها وعلومها وقنطت من مذاهب الحكماء جميعا، سوف لا تجد مخرجا من مأزقها وراحة روحها وصلاح أمرها إلا بالارتماء بأحضان الإسلام. ثم أنشد: عيد البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين له والمغربين دوي، عيد النبي ابن عبد الله من طلعت شمس الهداية من قرآنه العلوي، يا فاتح الأرض ميدان لدولته، صارت بلادك ميدانا لكل قوي، يا حبذا عهد بغداد وأندلس، عهد بروحي أفدي عوده ودوي، من كان في ريبة من ضخم دولته فليتل ما في تواريخ الشعوب روي، يا قوم وتنبهوا، ومسيحي بقول: يا قوم، هذا مسيحي يذكركم، لا ينهض الشرق إلا حبنا الأخوي، فإن ذكرتم رسول الله تكريمة فبلغوه سلام الشاعر القروي. ما شاء الله ما شاء الله، كلام جميل. يبدو أن هذا الشاعر أو أن هذا يعني الإنسان وإن كان غير مسلما إلا أنه تأثر بمحمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه بصفاته بسيرته بدعوته، وهذا شيء طبعا يعني يطيب لنا أن نسمع مثل هذا الكلام من غير المسلمين شهادة منصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، بارك الله فيك أبا السيد. مرة أخرى نعود لترطيب الأجواء مع وصلة إنشادية من فرقة النشيد ومع أخينا عطالله جمل. لما ربيع ابتدى نزل الهدى، الله لما ربيع ابتدى نزل الهدى، الله في يوم 11 نزل جبريل وجاب وياه شراب من السلسبيل طعمه لذيذ محلاه، وصاها منه ولا شعرت بكلمة وقال لها: أبشري، جائك رسول الله، صلوا على حبيبي محمد. نزل محمد وهو ساجد لوجه الله، وضي نوره غلب ضي القمر بسماء، والبشر عم الورى واهتزت الأصنام، حتى الوحوش هزها مولد رسول الله. وضعته لما اليتيم اللي ما شافش أبوه صلوا عليه، من بعد أشهر بحمله كان توفي أبوه، أخدوه وألبسوه لجد عبد المطلب أعطوه، أخدوه وألبسوه لجد عبد المطلب أعطوه،
ضموه وطاف بيه على الكعبة وقال سموه محمد. صلوا على رسول الله. ومن عين العدا راعوا ملايكة نزلت تبارك مولد العدنان. الله أكبر الله أكبر، ظهر بدر الهدى حيوا. صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه. أبو الخير والرحمات نور الله بالظلمات، أبو الخير والرحمات نور الله في الظلمات، ودع الخلق لأسمى حياة طه النبي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه. بالغار تكلمنا بالغار، إذ آوى القلب لذاك الغار، بالغار تكلمنا بالغار، إذ آوى القلب لذاك الغار، من طيب شفاه العنبر غار طه النبي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه. هو سيد سادات تهامة، له بين الكتفين علامة، هو سيد سادات تهامة، له بين الكتفين علامة، بالحر أظلته بماما طه النبي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه صلوا صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي، صلوا عليه. هلا وبارك الله فيكم ما شاء الله. استمرارا مع هذه الحلقة ومع سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز وهو يشيد بصفة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شيخ رائد، يا ريت يعني تعطينا هيك لفتة نبذة إضاءات إشراقات عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحديث عن الرحمة المهداة كلام طويل، لكن أنا أريد أن أتحدث عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبهائم والحيوانات، وقلت في آخر درس أو محاضرة يعني هو ليس رحمة للبشر فقط، لا للعالمين، وتخطت تخطى الإنس، تعدت للجن كمان، يعني للجن للعالمين ليس فقط عالم طبعًا البشر طبعا. وسأتيك يعني بأمور، قلنا إحنا سنطالب الأمم المتحدة في هذا الزمان أن يأخذ الناس سكان الأرض في هذا الزمان أن يرقى الناس ويتحصل حقوقهم كما حصلت الحيوانات حقوقها تحت ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن حقوق الإنسان تحت ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يأتي به أحد إلا خلافة الراشدة على نهج النبوة.
حقوق الحيوان. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الحيوانات منزلة العاقل، منزلة العاقل. قال في القطة، في الهرة، في إنها عليكم من الطوافين والطوافات. والطوافين والطوافات يعني في حكم الأمة والعبيد. قالوا أنزلها منزلة العاقل حتى يشعر أن لها حقوق. حينما عاد عبد الله بن مسعود من خارج المدينة، أخذوا فرخين لعصفور، لعصفورة، أخذوا فرخين والعصفورة صارت تلف. قال من الذي أفجع هذه الأم بأولادها؟ ردوا عليها أولادها. هو أنزل استعمل كلمة أم واستعمل كلمة ولد، يعني استطاع أن يستعمل كلمة طير وفراخ. لا، هو كان ينزل الحيوانات منزلة العاقل ليبرهن ويثبت أن الإسلام يدافع عن حق الحيوان، فما بالك بحق الإنسان. يعني هل جمعية أو منظمة المحافظة على الحيوانات تعرف وتفهم وتعي أو وصلها هذا النص أو هذا المشهد أو هذه المعاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول البشر، أم أنهم يعني هذا الكلام بالنسبة لهم جديد؟ مهما بلغت جمعيات حقوق الحيوان في الدفاع عن الحيوانات وهم مشكورون على ذلك، فلن تستطيع أن ترقى للمستوى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل حقوق الحيوان عن الآخرة. قال عذبت امرأة أو دخلت امرأة النار في هرة، دخلت النار، فهو يربينا، يعني أسس الأخلاق مبنية على العقيدة، يعني يربينا أن لا نعتدي على الهرة. حتى لو كانت الهرة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فإن مصير هذه المرأة النار. لا هي تركتها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها. إذن حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق التي تتعلق بحقوق الحيوانات والتي نطالب بها الأمم المتحدة في هذا الزمان ونكتفي تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الأخلاق المؤسسة على العقيدة الإسلامية في الدرجة الأولى. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ رائد عاصي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه رحمته بالحيوان والطير، هل شملت رحمته أيضا الإنسان من غير المسلمين؟ هل لك أن تعطينا نماذج أو تعطينا أمثلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما بغير المسلمين، أم أن رحمته يعني اقتصرت على المسلمين وكما ذكر الشيخ رائد على الحيوان؟ وماذا رحمته مع غير المسلمين؟ بارك الله فيك أخي أبو يزيد وفي الحضور والمشاهدين. أخونا الشيخ رائد بدير بيقول ذكر عن الحيوانات، أنا بقول لك يا شيخ رائد الساعة أبعد من هيك. زي ما أنت تفضلت، النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما أتكلم عن الأشخاص عن غير المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر من خشب، وانتقل للخطابة على هذا المنبر، فبكى الجذع، الجذع بكى، حن الجذع لأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يعتلي عليه. سمع الصحابة، ممكن البعض يقول وهذه رواية صحيحة، هذه الرواية صحيحة. المشكلة نعم. يمكن البعض يقول يا نعم. شيخ إيش بتحكي؟ قل لك يا عمي حتى أن الصحابة سمعوا أنين الجذع والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر وضمه الجذع، فما بالك بالحيوان؟ زي ما تفضل أخونا فضلت الشيخ رائد، فما بالك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن هذه الرحمة شملت أيضا المسلم وغير المسلم. وهنا شيخ جابر ملحظ مهم جدا، اللي أنا بدي أنوه إله. إحنا في غمرة دفاعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد البعض وكأنه بنسى إنه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فيتملكه ذلك الغضب، وهذا حق، لأنه في ناس الصحيح يعني لم يحرك عندهم ساكنة، وهذه مصيبة. إذا لم تغضب الآن فمتى تغضب؟
هذه مشكلة. في ناس لم يحركهم ساكنا أن هناك إساءة. طبعا الإساءة مش للنبي، الله كفى، إنا كفيناك المستهزئين، والله يعصمك من الناس حيا وميتا. الإساءة إليك يا ابن الإسلام، يا من تبعت محمدا عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الغضب شيخ رائد اللي بتقول يعني لازم يحركنا يعني دفاعا وحبا ووفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يترجم؟ كيف يترجم؟ هل يترجم يعني بردود فعل يعني عنيفة، ردود فعل هذا بارك الله فيك. نعم. هذا استليت هذا اللي بدي أوصل إليه. في غمرة ما نحن فيه والحمد لله ظهرت بين، يعني أقول لك الكثير يعني فوجئ، قل إيش هذا المحبة الغامرة للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال أبو سفيان وغيره. الله قال ما أرأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عقيدة. فلهذا في هذا الغمرة تنسوش إنكم أنتوا هناك يعني تخالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا مش ضد غير المسلمين، إحنا مش ضدهم، الإسلام جاء رحمة. ولهذا لابد نبين نموذج رغم غضبنا ورغم زعلنا على اللي بيصير، إلا إحنا نبين أحسن قدوة إنه كيف إحنا نعبر ونبين شو ما هو إسلامنا. ما هو سماحة الإسلام ورحمة الإسلام، هذا ديننا نفخر فيه. ما هناك دائرة حمراء ممنوع نتحدث عنها، نبينا صلى الله عليه وسلم نفخر به ونقدمه بأجلى وأفضل صورة. حلو. هنا أبو عميد مبين في عنده هيك تعقيب صغير. بدي أسمح لنفسي أسأل الشيخ إبراهيم سؤال. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم شيء قائم، ما القصد فيه؟ ما شاء الله بارك الله فيك. هذا اعتراف على فكرة ضمني من الإسلام بأنه الأديان التي سبقت الإسلام بعث الله عز وجل بها رسلا وأنزل لها كتبا وبعث الأنبياء للشعوب. الإسلام لم ينكر نبوة الأنبياء السابقين، ولم ينكر أن هنالك كتبا مقدسة نزلت حرفت فيما بعد، هذا موضوع ثاني. ولذلك تعامل الإسلام مع أهل الكتاب يختلف تماما عن تعامله مع غير أهل الكتاب، حتى فيما يتعلق بالنداء القرآني. لما القرآن الكريم يتوجه إلى أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لما يتوجه للكافرين يسميهم قل يا أيها الكافرون، ولما يتحدث للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وهكذا. فهذا إقرار من الإسلام بأن الأنبياء الذين سبقوا جاءوا بمنظومات أخلاقية، لكن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ لا كتبهم ولا شرائعهم. ولذلك كان لابد من إتمام هذه الحلقة ببعثة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الكريم ورسالة الإسلام على اعتبارها خاتمة الرسائل، وقد تعهد الله عز وجل بحفظها. فمرجعية الإنسانية في نهاية المطاف عائدة إلى هذا الدين الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. وهذا ملحظ برضو مهم، بارك الله فيك على سؤالك الرائع. شيخ إبراهيم، يعني تحدث الإخوة عن الرحمة، لكن خلينا نكون صريحين، إحنا كمسلمين ورسولنا نبي الرحمة، لكن اليوم بنشوف في واقعنا يعني لما بتسمع العنف هنا والعنف هناك يعني يصيبك نوع من الامتعاض والاستياء. كيف أن رسولنا هو رسول الرحمة وفي نفس الوقت نرى في مجتمعنا في أمتنا أمثلة كثيرة من العنف؟ ما الذي جعل نصل إلى هذا الحال وإلى هذا المستوى الذي يتناقض مع الرحمة التي يدعو إليها ديننا ورسولنا الكريم؟ بارك الله فيك. سؤالك يدعوني إلى أن أحدد ملامح المجتمع العربي قبل أن يبعث فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تشرق في سمائهم شمس الإسلام. ما هي أهم ملامح ذلك المجتمع العربي؟ من أهم هذه الملامح باقتضاب وبشكل سريع، أولها أن العرب كانوا بلا هوية ولا عقيدة ولا هدف. الملمح الثاني
كانت أمة مشكلة من مجموعة قبائل لا تربطها رابط، تعيش حالة نزاع وصراع اتسم بالعنف الدموي إلى أبعد الحدود ولأتفه الأسباب، وأنا لا أريد الدخول بالتفاصيل، ولكن ما يسمى بأيام العرب كما تعرفون. كنا نظن في يوم من الأيام وإحنا صغار أن أيام العرب يعني فصل من فصول تاريخ العرب المشرقة، ولكن ثبت فيما بعد أن أيام العرب هي من أكثر الأيام سواداً في تاريخ العرب، لأنها تقص قصصاً لصراعات دموية جرت بين قبائل لأتفه الأسباب، داحس والغبراء وغيرها من المعارك، حرب البسوس، حرب البسوس وغيرها، حتى بين الأوس والخزرج على فكرة يوم بعاث، يعني لما بعث النبي عليه السلام كانت آثار تلك الحرب بين القبيلتين ما زالت مستمرة، وبعض من سكن المدينة من يهود حينما أرادوا أن يعني يهدموا هذا الصرح الوحدوي الذي بناه النبي عليه السلام دخلوا من هذا الشق بعدما علموا أن آثار تلك الحرب ما زال لها أثر في قلوب الناس ولو في أعماق أعماق لاوعيهم، فنبشوا هذه الأمور وكادت تؤدي إلى صراع جعل النبي يقف على منبر ووجهه محمر وأوداجه منتفقة ليقول اتركوها فإنها منتنة أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. هذا ملمح من ملامح الجاهلية. الإسلام لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جعل للأمة العربية عقيدة وهوية وجعل لها هدفا، تجاوز هذه الدنيا ولم يرضى إلا أن يحط رحاله أمام بوابات العرش في السماء السابعة. حول قلوب هؤلاء العرب القاسية وأكبادهم الغليظة، حولهم إلى أمة كان الواحد منهم تنهمر دموعه لسماع بكاء الطفل. هذول الناس اللي كانوا يدفنون بناتهم، ويجب أن نكرر بحقيقة أن هذه لم تكن صفة كل قبائل العرب، كانت بعض قبائل العرب هم من يعيدون بناتهم، ومع ذلك استحقت أن يخلدها الله عز وجل في القرآن الكريم. لذلك لما جاء الإسلام انتزع عوامل الضعف في هذه في هذا الشعب، في هذه الأمة، وجعل لها هدفا أعظم من هذه الدنيا وأعظم من زهرتها الفانية وأعظم من كل ما فيها من متاع ولعاء فاني، وربط قلوب العرب وربط قلوب المسلمين بعدما اعتنقوا إسلامهم. فكان الواحد منهم يحرص على أخيه ويحرص على جاره ويحرص على أخيه في العقيدة طبعا والأخوات. لما نقول إحنا أمة مسلمة معناته رجالا ونساء كبارا وصغارا شيوخا وشبابا، كان الكل منسجما منصهرا. اليوم في مصطلح يستعملوه في الغرب ما يسمى بصحن الانصهار، ماشي. والإسرائيليين دير بالك حينما قرروا إقامة وطن قومي لهم في فلسطين حرصوا على هذه المسألة اعتبارا اليهود جاءوا من كل أنحاء العالم، فقادتهم الفكريين والسياسيين وغيرهم حرصوا على أن يجبلوا هؤلاء الذين جاءوا من كل منبت ومن كل خلفيات مختلفة، أن يصهروهم فيما يسمى في بوتقة ثقافية معينة. مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، جملة أخيرة، قياس مع الفارق كما يقال، النبي عليه الصلاة والسلام جبل قبائل العرب وصاغها صياغة أخرى، جعل منهم جسدا واحدا بعدما كانوا متفرقين، جعل منهم أصحاب هدف واحد بعدما كانت أهدافهم شتى، جعل منهم أمة واحدة عرفت ما لها وعرفت ما عليها، ولذلك استحقت أن ترسم مسار الإنسانية على مدى 14 قرن من الزمان. إحنا بنحكي اليوم شيخ إبراهيم، تحدثت لنا عن المسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعل منهم جسدا واحدة أمة متراحمة، لكن إحنا اليوم نفاجأ أن في واقعنا اليوم الذي نعيشه نجد الرحمة يعني عند كثير، إحنا لا نجمع الجميع، إنما عند كثير من النماذج والأمثلة في وسطنا الرحمة يعني تكاد تكون منزوعة من قلوبهم. كيف نعيد هذه الرحمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يعني شملت ليس فقط البشر إنما شملت الجن والإنس والطير والحيوان والجماد، كيف نعود إلى هذه الرحمة؟ ما شاء الله، الجواب على هذا السؤال تعلمناه من كتب تراثنا،
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إخوانا الأعزاء، المهندس لما أنت تستدعيه مشان يعمل لك، بالذات لما الأمر يقدر متعلق بإقامة يعني مؤسسات ضخمة جدا، المهندس ما بيبدأ بالخرائط أولا يا أستاذ أبو عميد. المهندسين اليوم بيعملوا لك مجسم، هذا المجسم فيه جميع التفاصيل لهذا المشروع الذي سيقام، ممكن يقدر بمقاسات صغيرة جدا لا تقارن بمساحات المبنى الذي سيقام فيما بعد. لماذا يحرص المهندسون اليوم على بناء هذا المجسم حتى يجعلوا من الموديل الذي تنوي بناءه في المستقبل محسوسا لك قبل أن يقوم على الأرض؟ إخواننا، الموديل الذي بناه المهندس الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله هو تلك التجربة النبوية والخلافة الراشدة التي كانت وما بعدها من الفترات التي كانت على نهج النبوة وعلى قدم النبي عليه السلام. لذلك بقول ببساطة، أمتنا اليوم في أمس الحاجة إلى أن تعود لضلال الإسلام. أمتنا وشعوبنا ومجتمعاتنا عموما ومجتمعنا العربي في الداخل في أمس الحاجة لأن يبحث عن حلول مشكلاته وأزماته من خلال هذه المصادر المعصومة التي حولت العرب اللي كانوا فتات متناثر، فتات لا قيمة له، حولهم إلى أمة نعتز بها ولا تاريخ لهذه الأمة بلا ذلك التاريخ الذي نتحدث عنه. لذلك إذا أرادت الأمة وأراد مجتمعنا فعلا أن يبني نفسه من جديد، أن يصوغ تاريخه من جديد، أن يبني شخصيته من جديد، فلا بديل له إلا أن يعود إلى دينه وأن يعود إلى ربه وأن يعود إلى أخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا أرى أنه هو دور العلماء المربون والبيت وكل في موقعه وكل في مكانه أن ينشر هذه الرسالة، رسالة الرحمة كما نشرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. مرة أخرى نعود إلى فرقة النشيد ووصلة إنشادية مع أخينا فادي الشملي أبو همام، تفضل. يا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، صلى عليك الله يا خير الورى والآل والأصحاب أزكى صلاة. كم بعثنا مع النسيم سلاما للحبيب الجميل حيث أقاب. كم سمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا عن الطيور الكلاب. في وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أخفيه أو أبديه، هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل وداد خذوني عند الحبيب دعوني، يا أهل وداد خذوني عند الحبيب دعوني، يا سيبوني ولا تردوني في روض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على الكثيب أنادي هاكم يا
الكثيب أنادي هاكموا يا أحبابي في بطني ذاك الوادي طبطب رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد طال شوق إليه والنور في عينيه قد طال شوق إليه والنور في عينيه والسر طار إليه شوقا لرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومدحت بطيبة أحمد ودعوت الله الله ومدحت بطيبة أحمد ودعوت الله الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهناك أموت وأحيا والروح بأحمد تحيا وهناك أموت وأحيا والروح بهديه تحيا فأكاد أناجي الوحي في روض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا أيقن به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الوقت بدأ يدركنا لكن أحببت في نهاية هذه الحلقة وفي ختامها أن أطلب من كل واحد من ضيوفنا الأعزاء بدقيقة واحدة ما هي الرسالة التي يوجهها إلى مجتمعنا العربي خاصة وإلى أمتنا الإسلامية عامة في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبدأ من أخينا الشيخ رائد في دقيقة واحدة. طبعا في دقيقة إن شاء الله تعالى. شوف في خطبة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو أنه ودعنا على تلك المعاني أو تلك الأمور أو تلك العقبات التي ستصيب الأمة الإسلامية. تطرق إلى الأسرة، استوصوا بالنساء خيرا، وتطرق إلى المال، أوضع الربا، ربا العباس، وتطرق إلى القتل، قتل القصاص وكذا، وأول دم أضع تحت قدمي. يبدو يعني ليس من العبث أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآخر كلماته على هذا العهد ويقول لعلي لا ألقاكم بعد وكأنه أراد أن يترك فينا هذه المعاني: المال، الاقتصاد، الأسرة، القتل، العنف. ثلاث وصايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعد البرامج من جديد. شيخ جابر اسمح لي بس في الدقيقة تبعي. نجح النبي صلى الله عليه وسلم بتربية جيل لأنه رباهم على الأفعال
قبل أن يربيهم على الأقوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في الطعام، فإذا وجد البلل القمح المبلل تحت قال يا هذا ما يا صاحب الطعام لا ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، هل وضعته من فوق؟ وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كان يواجه المجتمع بلا حياء ولا استحياء ويمارس عمليا الأفعال قبل أن يتصدر الشعارات. وللأسف الشديد يبدو أن التكنولوجيا المعاصرة والمنشورات والتغريدات ستبعدنا أكثر إلا إذا دركنا أنفسنا في هذه النقطة. كلام جميل، سنت شيخ إبراهيم في دقيقة واحدة، ما هي الرسالة التي توجهها في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمعنا العربي وللأمة الإسلامية عامة؟ تفضل. من الصعب أن نبعث برسائل محددة، ولكن أنا سأبدأ بمسألة هي استمرار لما تفضل به الشيخ رائد بدير بارك الله فيه. أنا سأتحدث عن ثلاثية التربية من المنظور الإسلامي، وقد جاءت تلك في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. لو أن جميع الأفراد أخذوا بهذه القواعد الثلاث لولدت الأمة من جديد كما نحتفل الآن بمولد الأمة بميلاده صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة وليست خيالاً، وهذا ما يجب أن يحرص عليه المربون، لأنه هنالك جدل دائم حول أيهما أقوى، القانون حتى وإن كان إلهي أم الضمير حينما يربى فيبلغ درجة لا يحتاج بها إلى قانون. وأنا أضرب لذلك مثلا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما عينه أبو بكر الصديق قاضيا في المدينة المنورة مدة سنة، رجع بعد عام بكله يا خليفة رسول الله أنا ليس لي يعني ليست المدينة بحاجة لي كقاضي. فاستغرب أبو بكر الصديق فأراد تفسيرا لهذا القرار الغريب والعجيب، فقال يا خليفة رسول الله سنة كاملة لم يأتيني خصمان يحتكمان إلي، ما حاجة المدينة ما حاجة المؤمنين في المدينة إلى قاض وكل واحد منهم، واسمعوا، كل واحد منهم عرف ما له فلم يمد عينيه إلى ما وراءه وعرف ما عليه فأقامه على الوجه الذي يرضي ربه. إحنا لما نسعى لتربية أجيالنا على هذا الأساس على هذه القواعد السليمة، أن يعرف الواحد منا ما له فلا يتجاوزه، يعني بغدا منقاد تماماً لأوامر الله ونواهيه، ويعرف ما عليه فيؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، أعتقد نحن سنضع أقداماً على الطريق الصحيح لميلاد أمتنا من جديد بإذن الله تعالى. إن شاء الله. جميل. شيخ رائد تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع المبارك، أيها المشاهدون الأكارم، منذ سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924 والدائرة تدور وأعداء الإسلام يريدون أن يجتثوا وأن يعني ينهوا ما هو إسلام، ولكن خاب ظنهم. وضعوا، كان هناك الاحتلال، ووضعوا حكاما، وبقيت هذه الرؤوس التي وضعوها تخدم أجندتهم، ولكن ها هم أبناء الإسلام، ها هم يقومون من جديد، الأرضية جاهزة، الناس كلها ما شاء الله في رجعة. وهذا ما يقض مضاجع غير المسلمين، أن هذا المارد أخذ يقوم من جديد، أن الأمة تصحو من جديد. ومع كل هذه الصحوة، أردت بدقيقة بقول لك يا شيخ جابر وللجميع، إلزموا غرزه، إلزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا مش لا نكره المسلم، لا نكره اليهودي، ولا نكره النصراني، ولا نكره غير المسلمين. إحنا نحن نحب غيرنا، ولكن هناك دائرة تدور على الإسلام. أنت تكلمت عن العنف، لماذا أيها الإخوة لو في ظل الإسلام
كان هناك الأمان، كان هناك الرحمة. ليش؟ لأنه في تعاليم الإسلام، تعاليم الإسلام واضحة. هان الواحد بيدخل على السجن بيزداد إجرام، ما في منظومة واضحة. ولهذا أعظم شيء نقدم في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته. هذا قرن الإسلام، رضيوا ماكرون، رضيوا الكفار أم لم يرضوا، هذا قرن الإسلام. بقت نثبت شوي لأنه فقط الأرضية جاهزة لارتفاع شأو وشأن الإسلام. فعودوا إلى دينكم وإلى رشدكم واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، عندها لتروا الخير من تطل به حياة، ليرى العجب العجاب. ولكن إيانا في غمرة ما نرى أن نفقد البوصلة، بدل ما إن إحنا يعني ننصر نبينا نؤذي نبينا. وصلى الله على سيدنا محمد. بارك الله فيك السيد درويش رابع أبو عميد، تفضل. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن، اصبروا وصابروا وكونوا مع الصابرين الصادقين، وتعاونوا على البر والتقوى وقولوا للناس قولا حسنا. شكرا. نختم طبعا هذه الحلقة المباركة الطيبة أولا بالشكر الجزيل لضيوفنا الأعزاء، الشيخ رائد بدير، الشيخ إبراهيم صرصور، الشيخ رائد عاصي، والسيد درويش رابي رئيس المجلس المحلي. كذلك الشكر موصول إلى فرقة الإنشاد ولأخينا قارئ القرآن الشيخ يوسف سطل. طبعا في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر المشاهدين الذين تابعونا طوال الساعة ونيف، ونشكر طبعا قناة تلفزيون هلا التي بثت وغطت هذه الحلقة، وكذلك موقع الحركة الإسلامية. نسأل الله أن يأتي اليوم الذي نرى فيه أخلاق سيدنا محمد قد انتشرت وعمت ليس عند المسلمين فقط وإنما في العالم بأسره، لتنعم البشرية والإنسانية بأخلاقه بصفاته بهديه وبسنته، حتى يعيش الناس في أمان في خير وفي محبة ووئام. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.